مساء الخير، مساء الصحة والجمال، مساء الفل على كل الناس اللي بتتفرج عليا النهارده. الحلقات اللي فاتت اتكلمنا كتير عن البروتين، طبعا حلقات البروتين مش هتخلص. النهارده بقى جايبه لكم حاجه مختلفه كل العرايس بتحبها، اللي هي رسم الحنه. رسم الحنه جايبه لكم خبيره الحنه من دمياط مخصوص عشان تكلمنا ليه الحنه ساعات بتعمل حساسيه، الحنه بيبقى سوادها حلو امتى، ما بتبقاش لطيفة امتى. هنرحب معانا بأستاذة هبة هلال، الهير بروفيشنال لشركة ماكس ليس، اللي حصلت على أكتر من تكريم، اللي حققت اسم كبير جدا في وقت قصير. الشركة دي كمان رائدة في مجال البروتين منذ 5 سنوات، أثبتت وجودها ومستمرة في التقدم والاختلاف، وبتنافس بقوة وبتجدد من نفسها بشكل يواكب التطور الجديد في عالم البروتين بحيث تكون مميزة دايما. عملت لاين كامل من بوتوكس ومن بروتين، من صبغة، من افتر كير، واخدت كمان تصريح وزاره الصحه المصريه رغم ان الشركه الام موجوده في البرازيل. ارحب بيكي يا هبه، نورتيني. منورك والله. مبدئيا انا عارفه بقى ان انت تيجي من دمياط وتقطعي المسافه دي كلها، ده شرف كبير ليا وللقناه كلها. شرف ليا والله حبيبتي، ربنا يخليكي. انا عايزه اعرف بقى، الحنه معتمده على ان انت اصلا كنت بتحب الرسم؟ طبعا. ولا انا مثلا عادي اروح اتعلم كام رسم وارسم حنه؟ لا لا لا، معتمد على الرسم. تمام. انت اصلا بتحب الرسم من طفولتك؟ طبعا يعني دي موهبه عندك. قولي لي بقى، ابتديتي في الموضوع ده ازاي؟ والله الموضوع كان صدفه، كنت في الامارات وحبيت ارسم حنه، فالرسومات بتاعتهم كبيره، فقلت اعمل رسومات صغيره، فجبت القرطاس ورسمت لنفسي. فما نزلت مصر يعني انت اصلا بتروحي دبي او الامارات فسحه يعني؟ زيارات. فقلتي تعملي لوك جديد. ما نزلت مصر وخدت القرطاس ورسمت لنفسي، فاصحابي شافوني فشجعوني ان انا ارسم ويعني اخش في المجال بتاع الحنه. تمام. طب لما انت جبتي القرطاس يا هبه ورسمت لنفسك، انت اقتنعتي كده ان الرسومات دي شكلها سامبل وانت راضيه عنها وتمام؟ شكلها جميل. واستمريتي بقى، قلتي لا انا مش هروح بره، انا اللي هشتغل لنفسي رسم الحنه. طبعا. ولما روحتي دمياط واصحابك شافوكي بقى شجعوني، شجعوني ان اعمل، اشتغلتي بقى، بقيتي ترند الحنه بالظبط في وقت قصير يعني. ما شاء الله. في وقت قصير بقيت في ساعتها واحده قالت لواحده وكده يعني. يعني الاول اصحابك، هي جت عن طريق الصدفه. ايوه طبعا. ان انت رسمت لنفسك فاصحابك شافوكي، فدي قالت لدي ودي قالت لدي. طب هل طورتي بقى من الرسومات دي واشتغلتي على نفسك، ولا انت لا خليتي نفسك في الدايره دي من غير ما تطوري وخلاص؟ لا طورت من نفسي طبعا، وشوف الرسومات اللي طبعا التقليديه، الرسومات الورود وكده، فخرجت بره الورود. في ناس بتحب الطيور الكبيره، الطيور في بيحب الكبير، فراشات وحاجات كده، طيور حيوانات كده يعني. تمام. طيب انا عايزه اعرف منك مكونات الحنه، هل هتقدري تقوليها للمشاهدين؟ لا هي ولا حنه وميه بس، عادي مفيش مشاكل. طب الحنه، ما في مصر انواع، هل انت بتستخدمي حنه مصريه ولا حنه سودانيه ولا حنه هنديه؟ لا الحنه السودانيه، اللي هي الحنه الاصليه. الحنه الاصليه سوادها غامق قوي. الحنه معروفه جدا ان هي في الهند، انت عارفه ان العرايس في الهند او البنات العاديه مهتمين جدا برسم الحنه، بالذات الحنه الحمراء والرسومات الكبيره. طبعا. طيب الحنه السودانيه انت تقصدي ان بتكون السواد سوادها يا ثابت يعني، سوادها سوداء اقوى، والثبات بتاعها وثباتها تثبت فتره اطول. طب دلوقتي بقى يا هب، الكورونا كل البلاد مقفوله، بتشتغلي بأني حنة بقى؟ يعني سؤال رخم شوية بس مهم بالنسبة للمشاهدين. بحنة عادية بس مش أصلية زي السودانية طبعا، بضطر أحط فيها محلبية عشان تغمق وتثبت اللون. معلش انت قلتي محلبية، ايه بقى المحلبية دي؟ زيت. يعني في زيت اسمه زيت محلبية؟ زيت بيغمق ويثبت الحنة، بس هو المفروض يدهن بعد اما الرسمه تنشف وتقشر وبعد كده تدهن الزيت. انا فاكره ان انا زمان رسمت حنه، بس رسمت لي كده حنه وخلاص، ما حطيتش اي حاجه بعد الحنه، يعني مجرد الحنه نشفت وغسلت ايدي ولا حطيت زيت ولا حاجه. مش شرط، اكيد ممكن يكون حطاها. بس انت بتقولي ان المحلبيه ضروري لما في الثبات والسواد. ساعات لما بتحط في الحنه بتعمل لبعض الجسم بيحسس بعض الجسم. هي ممكن تتخلط اصلا بالحنه؟ ايوه ممكن، بتحط نقطه، مش حاطه اكتر من كده يعني، مش كتير، مش كميه كبيره، هي نقطه بس. تمام. طيب امتى تقولي الجسم ده يا هبه لو جات لي عروسه لا مش هينفع ارسم حنه، لاني انت عارفه ان كتير في اجسام ممكن يحصل معاها حساسيه؟
صح؟ اه طبعا. معانا الصور بتاعتك على الشاشة ما شاء الله. اه طبعا. كلميني بقى على امتى تقولي للعروسة لا مش هينفع لو ارسم هي عندها حس او لو عند حساسية؟ لو عندها حساسية اصلا او جسمها هي دي الايد، دي ملتهب. ايد بنوتة ولا؟ اه ايد بنوتة ما شاء الله. طب يعني مثلا. الاطفال الصغيرة اللي بتيجي ترسم معاكي حنة بتعملي لهم اختبار حساسية ولا بترسمي على طول؟ لا برسم على طول، هما اكيد بيكونوا عاملين قبل كده، فاي حد بتبقي انت بيجي عارفة. اي حد بيجي بيرسم لازم اساله انت وانت عملت كده قبل كده كده؟ هناك تقريبا العملاء بتوعك، عشان انتوا دمياط بلد مش كبيرة قوي، فخلاص انت حفظتي بقى. لا انت عملتي دي مرة فجالها حساسية لا فهتقولي ممكن لها لا. يكون عمله عند حد غيري، فبسأل اي حد بيجي لي يكون انت عملت حساسية، عملت حنة قبل كده ولا ما عملتش حنة قبل كده، فاعرف ان كان عنده طيب حساسية ولا لا. لو عروسة هبة ايوه. وما تعرفش هي عندها حساسية ولا ما عندهاش وما عملتش حنة قبل كده وأول مرة تجيلك وفاضل على فرحها يوم النهارده الحنة وجايلك الصبح ترسم حنة، والله هتختبري الحساسية بتاعتها في وقت قد والله ايه؟ برسم لها رسمة صغيرة، انت حسست او حصلت بيبان على طول. بحرقان فما معملهاش طبعا. هل ممكن الحساسية تبان من تاني، لا في اجسام من تاني بتبان، مرة في ولا اجسام هوا من أول مرة بتبان في بتبان؟ ساعتها، وفي بعدها بفترة او يوم يومين، وفي بعد ما بتروح خالص لما تيجي تروح بيبان حساسية. تمام. هل وانتي بترسمي حنة بقى العرايس و قابلتك سلبيات من الناس؟ رسمتي حنة حد لخبطها؟ اه طبعا اكيد. ما طب السواد بقى، يعني انا احيانا بشوف السلبيات دي مع بناتي ما مثلا هي الصغيرة مشكلتها ان هي لو لما بنرسم تتحط رسمة استحالة ان هي تتمسح تاني، بس ما في وقت بتطلعش. ساعتها ممكن نعمل بالليمون، الليمونة في ساعتها وهي في وقتها، بعد يعني كده لو نشف مش يعني لو هينفع. انا رسم حنة واتلخبطت معايا الرسمة، اتلخبطت ضاع ملامحها خالص، لا هتضطر تغسليها وتمسحها بالليمون، بس هتبقى لسه في اثر بسيط. تمام فهمت قصدك. اه طيب انا عايزاكي بقى تنصحي العروسه بايه وهي جايه لك ترسم حنه، تعمل الاختبار قبلها بقد ايه زياده امان؟ والله هي العروسة لما بتيجي تتفق معايا بقول لها وبسألها الأول انت رسمت حنة قبل كده ولا لا، لو قالت لي اه طب ما فيش مشاكل اتحسست ولا حاجة ما فيش مشاكل خلاص بنكمل، تيجي على ميعادها. انما لو عندها حساسية استحالة طبعا، استحالة طيب يعملها. الافضل بقى تعمل الحنه قبل الاصبغ ولا بعد الاصبغ؟ بعد الاصبغ الحنة اخر مراحل تجهيزات العروسة. تمام. ليه بقى بعد الاصبغ؟ عشان يعني انا ممكن رحت رسمت حنه وجيت بقى يوم الزفاف مثلا الصبح اخدت شاور قوي شويه وعملت حمام مغربي والحاجات دي وانا اوريدي رسمه الحنه، ايه اللي ممكن يحصل؟ يعني هل في ممكن مشكله تحصل؟ لو انت رسم الحنة ممكن انت بتشيلي طبقة من الجسم، فبتشيلي بتخليه لونها يبهت. اه فهمت قصدك، اه لونها لان بيبهت. الحمام المغربي احنا اه بنقشر الطبقات اه الميتة بالظبط والحنة كده كده بتاخد اللي هي الطبقات السطحية من الجلد، بالظبط. فانت قصدك ان اللون هيبقى ضعيف اللون ايوه لكن هيبهت. الجلد مش هيحصل له اي مشكلة. لا لا مفيش. فاحنا بننصح المشاهدين بالذات العروسة تعمل اختبار حساسية المفروض قبلها بأسبوعين اه طبعا. حتى لو رسمة صغيرة، ايوه وتروح الاسبوع الاول وتخلي الحنة اخر حاجة، صح اه كده؟ طبعا. طيب عايزاكي تقولي لي انا دلوقتي جيت لك ورسمت حنه وانتي في وقتها ما حصلش اي التهابات ولا حصل اي حاجه، وجيت بعد يومين احنا بنشوف طبعا حالات كتير على السوشيال ميديا مكان الرسمه بيعلم بيبقى بيعلم وفي كلها بيبرد. حساسيه، اه بتعامل مع الحاله دي ازاي؟ يعني لا ده هل باخد بقى علاج ولا لا بروح تروح لدكتور للدكتور جلديه؟ بقى، لا دكتور متخصص يعتبر حرق. ده بيدخل ان هو حرق ايوه ايوه مش مجرد حساسيه فقط. لان الحنه داخلها ماده صبغه، فهي عندها حساسيه من ماده الصبغه نفسها. معانا اتصال. استاذه فاتن اهلا بيكي نورتيني. الو فاتن سامعاني؟ الاتصال قطع. طيب نكمل اسئله. طبعا الصور بتاعتك كانت منوره على الشاشه، انا عن نفسي معجبه بصورك جدا في الحنه. انا معرفتي بيكي طبعا عن طريق شركه ماكسريس، اه طبعا كان شرف عظيم. يعني الشركه شرف دي لي يا سلمى بجد والله. غير ان هي شركه مميزه كده من وسط الشركات، بس كل الناس اللي بتشتغل في الشركة تحسيهم عيلة واحدة، عائلة واحدة فعلا. دي حقيقة. ايوه طيب هبة أنا عايزة بقى نعمل موضوع مختلف مش مجرد برنامج ونطلع نتكلم حنة،
احنا عايزين نجرب الحنه كده قدام المشاهدين، فنرسم كده بقى رسمه صغيره لاني انا عندي فضول شوفي السواد بتاع الحنه والثبات والكلام ده. ماشي. فينفع اجيلك بقى؟ تعالي. طيب اوكي. اجيلك هنا ولا اقف جنبك الناحيه الثانيه؟ اوكي. احنا نرسم ايه؟ يعني مش عايزين حاجه تكون سامبل بس. واحنا بنرسم بقى عشان خاطر المشاهدين ما يزهقوش، عايزه استغل وجود هبه مع انها هي متعرفش بالموضوع ده، تقدم لنا كده لاهل دمياط اي كده هديه صغيره، كام رسمه لاي عروسه. فانا بدبسها على الهوا، ده مش تزمس ولا خلال حاجه البرنامج، وانا اي ضيف هيجي هنا البرنامج لازم يقدم هدايا. دي فراشه، اي حاجه بسرعه بسرعه. لا بس ما شاء الله يعني متمكنه، اللهم بارك. عارفه انت الخط ده رايح فين وده رايح فين خبره كام سنه يا جماعه؟ مش عارفه انتوا شايفينها ازاي. بصوا ما يعني ما شاء الله ما خدتش ثواني تقريبا. الرسمه ما خدتش ثواني ما شاء الله، اللهم بارك. يعني مش عارفه هي باينه كده. العروسه بتاخد منك وقت قد ايه؟ مش عارفه هي باينه في الكاميرا. باينه لو هي مختاره رسوماتها فراشة. بسرعه، فراشه تحت. لو هي مختارة رسوماتها معانا أستاذة فاتن. ألو. ألو. أيوة ازيك؟ أهلا بيكي. عندك سؤال؟ لا بس حابة أشكركم بس. نعم؟ حابة أشكركم. حبيبتي نورتينا والله، تسلميلي. أنا نفسي يكون البرنامج هادف، المشاهد كده هو قاعد لا حاسس إن هو بيستفيد، مش مجرد كلام مرسل بنقوله خلاص. فان انت تطلعي كده بنفسك تكلفي نفسك وتتصلي وتقولي البرنامج كده لطيف، فشكرا ليكي. ميرسي يا حبيبتي، يا رب دايما نكون عند حسن ظنك. ايوه يا هبه، نكمل. العروسه بقى لما تيجي تعمل باكج الحنه، أيوة. بتاخدي وقت قد ايه في الرسومات؟ نص ساعة تقريبا لو هي مختارة رسوماتها. ما عندي الجروب، فبقول لها ادخل الجروب اختاري من نزل عليها الرسومات كلها، فهي بتختار الرسومات بتاعتها وبسرعة بسرعة برسم بتاعتها، مش باخد وقت. يعني العروسه بتيجي ما شاء الله بتعمل رسومات طبعا على الايد والكتف والرجل وحاجات كده، بتاخدي نص ساعه. هي نص ساعه، الموضوع مش صعب بالنسبه لي يعني. طيب انا الرسمه دي مثلا المفروض تنشف معايا في قد ايه؟ هي بتاخد وقت في النشافه، ممكن ربع ساعه. لكن لو انا قاعده في مكان فيه تهويه؟ لا. كل بصي، هي لما بتاخد وقتها في النشف، في ان هي تنشف، فبتبقى سودة اكتر. لما بتقعد بقى قدام المروحه ولا التكييف ولا كده، فمبقاش السواد اللي هو الثابت الاسود. تمام. لما يعني كل ما بتاخد وقتها في النشفان. انا بقى كان عندي عكس المعلومه دي. انا فاكره ان انا لما ارسم حنه واعرضها للهواء فكده تنشف معايا اسرع. لا لا طبعا، هي ما بتاخد وقتها، جلد يتشرب الماده العاديه بتاعت الغرفه، فهي تنشف مع نفسها. لا لا، هي لما بتقعد وبتاخد وقتها وبتنشف، بتاخد وقتها عادي، بتبقى سودة بقى. طيب انا قبل ما نبدا الحلقه سالتك، قلت لك انت دخلتي، انا فاكره انت ابتديتي الحنه الاول. ابتديتي البروتين الاول. الحنه الاول، فعكستي لي المعلومه. الحنه الاول وبعد كده من خلالها بقى اتعرفت على البروتين وشركه ماكسيلس. انت ابتديتي الحنه بقى ورسومات الحنه دي وتعاملتي مع العرايس بقالي كام سنه؟ بقالي كتير، تقريبا 10 سنين. ما شاء الله 10 سنين. كتير. ما انت ليكي حق يعني ما شاء الله 10 سنين. يعني انت
الممارسه لوحدها بتخلي الواحد أيوة ايده بتبقى طبعا. سريعه في الرسم. اه طبعا. طيب انت بتفكري تعملي حاجه جديده اصلا غير الحنه والبروتين، تزودي حاجه جديده في ان شغلك؟ شاء الله بفكر اعمل سباب باذن الله. سبا، ما باذن هو الله. بصي هو معروف سبا بعديه حنه على اه طول، باذن الله. هتحسي ان الاتنين بيكملوا بعض باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. انت اصلا عندك مكان يا هبه في اه دمياط عندي مكان في ولا البيت بتشتغلي بتاعي. اونلاين بس؟ لا في مكاني في البيت، مش بخرج لحد، في بيتي. العروسه العرايس من كل العروسه مكان بتجيلي، بيجولي. ما شاء الله اللهم بارك ما شاء الله. بصي انا الحلقه النهارده يعني حابه ان هي تكون مميزه ونخرج مميزة شويه بيكي من يا جو حبيبتي. البروتين. اه طيب لو جه حد قال لك انا بعرف ارسم ولكن عايزه اتعلم اشتغل حنه، كتير طلبوا مني اعمل ورشة عمل. ان شاء الله الفترة اللي جاية بإذن الله ناوي اعمل في ورشة عمل وتقدمي خبرتك اه بقى. بإذن الله ان شاء الله. يعني كتير طلبوا مني كده. الميزه في موضوع التجميل الممارسه. ايوه طبعا، كل ما تبقى ممارسة. دلوقتي الناس مستعجله، واحده مثلا عايزه تشتغل حنه وبتعرف ترسم، خلاص هتجيب القرطاس ده وحنه وبتشتغل وما تعرفش السلبيات اللي ممكن تقع فيها زي اللي انت شرحتيها. يعني ممكن تضيف محلبيه، زيت المحلبيه على الحنه. زيت المحلبية لما بتحط على الحنة السودانية بيعمل حساسية. ايه الفرق ما بين الحنه السودانيه ان المحلبيه بتخليها من الحساسيه وان هي لما تضاف للحنه المصريه ما تعملش حساسيه؟ ليه؟ هي المكون نفسه بتاع الحنه السودانيه دي قصدك ان هو سودانية اقوى، بتتعمل مش بمية محتاج. بس، مش محتاج حاجة. تمام فهمت فلو ده. حطينا عليها محلبية بتعمل حساسية. فممكن ده اللي انا بقوله، ان احنا نتعلم ناخد كورسات هو في اصلا الحاجه اللي الغرض احنا من بنحبها. المحلبيه ان تحطيها على الحنه ان هي بتغمق وتثبت، فهو ده متوفر في الحنه السودانيه اصلا. صح. يعني مش محتاجه ان تحطي ولا محلبيه. وممكن استغنى عن، يعني هي بعد ما بميه ارسم، بس. بعد ما ارسم الحنه السودانيه استغنى كمان عن المحلبيه صح؟ اه طبعا مش ممكن عادي، ملهاش مش لازمه. يعني قصدك ان لما بقشر الحنه وبحط زيت محلبيه عشان يغمق ويثبت عادي ممكن تستخدميه. دي حاجه مش مش حاجه مش ضروريه. اي مش ضروري، مش لكن عادي. حاليا الحنه اللي انا رسمت بيها دي حنه مصريه. اي حنه مصريه طب للاسف. انا انا المفروض بقى ان انا بعد ما الحنه دي تنشف تقشريها وتعمل محلبيه تحط. بتتقشر ولا بتتغسل؟ لا بتقشر وبعد كده عايزه تغسليها اغسليها عادي. يعني هي بتتقشر وبتحطي لي زيت محلبيه اه صح كده؟ طيب فهمت كده. يعني من خلال برضو الحلقه النهارده ورشه العمل اللي بتقدمها استاذه هبه هلال، اللي حابب يشترك بقى هو اكيد الرقم بتاعك هيكون موجود على الشاشه. واحنا معانا اي اتصال، يعني لو حد عايز يسال بقى، اي عروسه عايزه تسال، اي حد عايز يبعت لك على الخاص، يا ريت بقى ما تزهقيش من الناس اللي هتبعت لك لا على الخاص. مش هزق ولا احنا حاجه. حابين اصلا من خلال البرنامج انا حابه افيد الناس اللي هي ما عندهاش خبره في المجال بتاع سواء حنه او بروتين او فموضوع تحت البروتين امرك. خد مني 3 حلقات، فما كنتش حابه ازود البروتين اكتر لو من جينا كده. نتكلم في البروتين مجاله واسع، ولو قعدنا نتكلم من هنا لبعد شويه مش سعيده هنخلص. جدا بلقائك يا هبه. انا الاسعد والله يا سلمى. والحلقه بتخلص بسرعه، وان شاء الله وان شاء الله باذن الله تشرفينا ان شاء الله باذن الله. في حلقه تانية، وانا هستنى اما الرسمه دي تنشف باذن الله وتحطي لي عليها محلبيه ان شاء عشان الله خاطر باذن نشوف الله. ثباتها. ويا رب يكون الحلقه النهارده خفيفه ولو فيها شويه معلومات. انا عن نفسي استفدت وعرفت ايه الفرق ما بين المحلبيه في المصري والسوداني. واستنونا الحلقه الجايه في كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.